طيب عندي بقى ليسون 3 و 4، القاعدة الموجودة فيه برضو لو بصينا هنا هنلاقي القاعدة برضو ايه اللي موجودة ديت، باسيف، هنلاقيها ايه مدير بسيط. برضو المبني للمجهول، بس هي بس زمن تاني اللي هو ايه. مدير بسيط طيب احنا خدنا الماضي البسيط قبل كده اللي هو هنا صيغة المبني للمعلوم في الماضي البسيط، بس الجديد بقى صيغة الايه الباسيف، صيغة المبني للمجهول. نهوت بسرعة كده الماضي البسيط، الاستخدام بتاعه كنا we use was أو were و past participle. في الباسيف بتاع الماضي البسيط بنستخدم ايه أو ايه was أو were، وبيجي بعدها ايه تصريف التالت، was أو were وتصريف تالت. لو بصينا lesson 1 و 2 كنا بنجيب am أو is أو are علشان هو ده في المضارع. المبني للمجهول ده هو لازم يكون فيه verb to be. verb to be بقى ده لما اكون انا بتكلم عن المضارع زي الدرس اللي فات هيبقى am او is او are، بتكلم عن الماضي زي الدرس ده هيبقى was او ايه او where. اما الفعل الاساسي في المضارع وفي الماضي لازم يكون ايه تصريف تالت. طيب نيجي نوت هو يشرح لي تاني تكوين الماضي البسيط في المبني للمعلوم وقباله في المبني للمجهول، وبرضه في الإثبات وفي النفي وفي السؤال. لما نيجي الماضي البسيط في الجملة المثبتة، الماضي البسيط أساسا احنا كنا عارفين بيتكون من ايه؟ التصريف التاني للفعل. التصريف التاني ده كنا بنقول فعل عادي بضيف له دي او اي دي او اي اي دي، او فعل غير منتظم بيتحفظ. تمام كده. يبقى مستر احمد ات ساندويتش. مستر احمد ات، ات هنا في زمن الماضي ساندويتش. هنا ريهام واترد ذا فلاورز، ات في الماضي البسيط فعل غير منتظم، هنا واترد برضو ماضي بسيط بس فعل منتظم، ده في المبني للايه المبني للمعلوم. نيجي بقى المبني للمجهول، قلنا بجيب was او ايه او ايه، بس برضو بنبدأ الجملة بالايه بنائب الفعل اللي هو احنا قلنا بسموه المفعول اللي بيقع عليه الفعل. هنا مستر احمد ايت ساندويتش، مستر احمد اكل ساندويتش، هنا الساندويتش اوكي لا بواسطة مستر احمد، يبقى هنا بنبدأ الجملة بالمفعول اللي هو الاسم اللي بيقع عليه الفعل ساندويتش، وبعدين جبنا كلمة ايه ووز عشان ساندويتش مفرد، وبعدين جبنا كلمة ايتن التصريف الثالث يبقى ساندويتش ووز ايتن، وبعدين باي مستر احمد. ده كده حولنا الجملة للمبني للمجهول. يبقى المبني للمجهول بقى بنبدأ الجملة بالمفعول، أجيب was أو where وبعدين التصريف الثالث وبعدين by والفاعل. هنا ريهام watered the flowers، لما نيجي نحولها للمجهول هنبدأ بإيه؟ the flowers. the flowers طبعا flowers جمع، يبقى جبنا إيه where، وبعدين التصريف الثالث هو ماضي زي تصريف ثالث واترد، وبعدين حطينا باي وجبنا بعدها كلمة ايه ريهام. ده كده الماضي البسيط الجملة المثبتة. طيب احنا كان في زمان بيجيلهم جملة زي دي كده ويقول لي حولها الى المبني للمجهول، اللي هي كان بيجي كلمة كده بين قوسين، كان يجي مثلا هنا يقول استخدم ووز الجملة دي كده، يروح جايب في اخرها يقول استخدم was was، يبقى عاوزك تحول الجملة دي للمبني للمجهول. احنا دلوقتي ما عندناش تحويل للمبني للمجهول زي ده الرايت، كله اختيار كله تصحيح الفعل، يبقى انا بس اركز لازم اكون حافظ هنا هجيب was ولا where وعارف التصريف الثالث بتاع الافعال.
طيب نيجي للنفي بقى. الماضي البسيط المبني للمعلوم في النفي بنستخدم ايه؟ didn't. وبيجي بعدها ايه؟ مصدر الفعل. يعني اقول I didn't wash the car. I فاعل، didn't wash ماضي بسيط منفي، وبعدين the car مفعول. لما اجي احول الجملة الماضي البسيط المنفي الى المبني للمجهول، بنبدأ طبعا بالمفعول اللي هو نائب الفاعل. بجيب بعده ايه او ايه؟ was او where. طبعا was مع المفرد وwhere مع الايه؟ جمع. طالما الجملة هنا كانت منفية، يبقى برضو بعد was او where هحط not. اما التصريف الثالث ده الفعل الاساسي في المبني للمجهول في اي زمن، الفعل الاساسي لازم يكون تصريف ثالث. اللي بيتغير بقى حسب الزمن هو verb to be. am و is و are، وممكن يكون was و where، وممكن يكون is being، وممكن يكون has و had والكلام ده. طيب الجملة دي بقى لما اجي احولها للباسف، I didn't wash the car، هنبدأ بالمفعول اللي هو ايه؟ the car. بدأنا بايه؟ the car. هجيب بعديه المفروض بنجيب was وبننفيها، تبقى ايه؟ wasn't. يبقى the car wasn't. بعد كده بجيب التصريف الثالث بتاع wash washed، وبعدين حط ايه؟ by. وبعدين بقى هنا I ديت حولناها لايه؟ لمي، لان I فاعل لما بتتحول هنا تيجي في الاخر بتبقى مفعول، تتحول لمي. طيب the farmer didn't feed the animals، لما ابدا بالمفعول اللي هو ايه؟ بدانا بايه هنا؟ بدانا بالمفعول the animals. animals دي مفرد ولا جمع؟ لا جمع. عشان كده جبنا ايه؟ weren't. هي وير بس علشان دي منفية، فاحنا قلنا weren't منفية هي كمان. وبعد كده التصريف الثالث بتاع feed اسمه ايه؟ fit. وبعدين حطينا by وجبنا الفاعل اللي هو ده ايه؟ ده فارمر. طيب نيجي، ده كده كانت الجملة في الماضي البسيط المنفي. فاضل عندنا السؤال، واحنا قلنا في عندنا كم نوع من الأسئلة؟ واحد بيبدأ بالفعل المساعد، يبقى هيبدأ بإيه؟ بديت. وهيجي بعدها الفاعل، وبعد الفاعل بيجي إيه؟ بعد الفاعل بيجي المصدر. أهي did علي buy the newspapers. ده كده سؤال في المبني للمعلوم. عرفنا ازاي انه مبني المعلوم علشان بدأ بديد. تاني حاجة علي جه بعد الفعل المساعد، علي اللي هو الفاعل اللي بيقوم بالفعل. طب لما اجي احول السؤال ده الى المبني المجهول زي ما خدنا في لسون 1 و 2، هناك كنا بنبدأ بإز او ار، لا ده هنا بقى في الماضي علشان ديد ماضي، فاحنا هنبدأ بإيه؟ الماضي ده اللي هو ايه او ايه؟ was او where. هنا بدأنا بوير عشان الاسم الجديد المفعول اللي انا هجيبه بعد وير، بعد الفعل المساعد newspapers جمع، يبقى نجيب وير. يبقى where the newspapers، where the newspapers. وبعدين جبنا التصريف الثالث بتاع الفعل باي. سلام ورحمه الله. شكرا. التصريف الثالث بتاع باي ايه؟ بوي. باي ديت اهي التصريف الثالث بتاعها بوت. وبعدين باي علي. طيب هنا ديد يارا درينك جوس. ديد يارا درينك جوس اسمه ايه السؤال؟
did Yara drink juice؟ لما جينا نحولها لمبني المجهول طبعا جوس ده اللي احنا هنجيبه مكان يارا، يعني المبني للمجهول في السؤال بشيل ديد واحط مكانها ايه؟ وير او ووز. الاسم العاقل اللي هنا الفاعل ده بشيله واجيب مكانه المفعول. هنا جبنا ذا نيوز بيبرز، هنا جبنا جوس، يبقى ووز جوس. وبعدين الفعل ده بحوله لتصريف ثالث، هو بيكون مصدر بروح محوله لتصريف ثالث درانك، وبعدين اروح جايب باي والاسم الاولاني اللي هو الفاعل اللي هو ايه؟ يارا. عرفنا كده طبعا. انا ما عنديش اسئله بحولها، ما بيجيليش سؤال واقول لي حول السؤال ده او الجمله دي للمبني للمجهول، هو كله فعل بين قوسين وانت بتحطه في الشكل الصح. مبني للمجهول يبقى لازم تجيب واز او وير وتصريف تاني. المهم اعرف هجيب واز ولا وير ولا از او ار بتاعت الوحده الاولى بتاعت ليسون 1 و2. ده كده بالنسبه لايه؟ القاعده اللي موجوده عندنا في ليسون كام؟ 3 و4. فاضل عندنا حاجه بسيطه من السؤال. احنا قلنا في نوعين من الاسئله، السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد قلنا اللي بيبدا بديد، السؤال الثاني بقى اللي بيبدا باداه ايه؟ استفهام. اداه وبرده كان بيجي بعدها ايه؟ ديد. ديد وبعدين فاعل، الفاعل وبعدين المصدر. اجي اقول وير ديد اسراء فايند ذا كيز؟ ده سؤال بدا بايه؟ وجي بعدها ديد الفعل المساعد وبعدين الفاعل اسراء وبعدين المصدر وبعدين ذا كيز. طيب لما اجي احول السؤال ده للمبني المجهول كلمة الاستفهام بتفضل زي ما هي وير، بنشيل ديد وحطينا وير، بروح اجيب المفعول اللي هو ايه؟ ذا كيز، او المفعول هنا جبنا مكان الفاعل يبقى وير، وير ذا كيز. وبعدين اجيب الفعل الاساسي ده بيكون في المصدر عشان فيه هنا ديد، بحوله لتصريف ايه؟ تالت، يبقى فاوند، وروح حاطط باي وجاب بعدها اسراء. هو بروك ذس ويندو؟ هو بروك ذس ويندو. لما اجي احول دي للباسف هنسيبه زي ما هي. بعد هو هتقولي ده مفيش هنا ايه؟ ديد مثلا عشان احذفها، ماشي مفيش مشكله، بس بروك دي في زمن ايه؟ الماضي. فانا بروح جايب ايه؟ ووز، وبعدين اجيب المفعول اللي هو ايه؟ ذس ويندو. يبقى هو ووز وبعدين ذس ويندو، وبعدين اجيب التصريف الثالث بتاع بروك اسمه ايه؟ بروك يعني. وبعدين جبنا كلمة ايه؟ باي. نلاحظ عندما يبدأ السؤال بأداة الاستفهام هو نضيف حرف الجر باي بعد الفعل في صيغة المبني للمجهول. ده كده اللي هو ايه؟ تحويل الى القاعدة الموجودة عندنا في ليسون 3 و4، اللي هو برضو التحويل الجملة للباسف او الباسف في زمن الماضي البسيط. لو جينا نشوف الاسئلة كده سريعا، نمبر 1 ايه؟ نمبر 1 اول a report about animals and plants that are in danger was، ديت كلمة ايه؟ was. وجيب لي فعل publish. لو جينا نقرا كده هلاقي ده المفعول، الجمله بدات بالمفعول هو الاسم اللي بيقع عليه الفعل، يبقى الجمله دي مبنيه للمجهول. طيب مبنيه للمجهول يعني لازم يكون فيها ام او از او ار او was او were وتصريف تاني. هو جاب لي was، يبقى ناقص ان احنا نجيب التصريف النهون، تصريف النهون بتاع publish ده فعل عادي، يبقى التصريف الثالث بنضيف ايه؟ ايدي.
دي. طيب نيجي نقوت نمبر 2 بيتر نيوز. بيتر نيوز بعدين جايب لي وير شيرد باي انذر ريبورت. بيتر نيوز وير، هو ايه الخطأ في وير هنا؟ نيجي نستخدمها صح. دو. ها؟ دو. دو ليه؟ إذا كانت هي، هي الجملة هنا معلومة ولا مجهول؟ في كلمة إيه ديت؟ مجهول. أدي باي وده تصريف ثالث كمان من ناحيتين. يبقى ده كده المفروض يبقى أم أو إز أو أر أو واز أو وير. لما الاقيها هي وير كده، طب ما هي مبنيه المجهول، ادور بقى على المفرد والجمع اشوفها هي وير صح ولا عاوزين المفرد. هو الاسم اللي قبلها مفرد ولا جمع؟ جمع. هو اسمه ايه؟ الكلمه اسمها ايه؟ نيوز. نيوز ديت عندهم اسم كميه، واسم الكمية بيعامل على انه مفرد. يبقى تبقى وير، تبقى وير ولا اختها التانية بتاعت المفرد؟ ها؟ تبقى هاز. هاز هو المفرد. هي اخت وير هاز. ووز. الجملة التالتة ايه؟ التالتة الجملة الرابعة. اقرا الجملة كده. The first. The first pantheon. And room went in on the 27 BCE. الجملة دي مبنية للمعلوم ولا للمجهول؟ كده بانسيون محل يعني، والفعل بيلت سنان دي تصريف ثالث اهي. هو والفعل بيلت يبني، هو المحل هو اللي بيبني ولا المحل بيبنى؟ يبقى معلوم ولا مجهول؟ مجهول. والمجهول لازم يكون فيه ايه او ايه او ايه او ايه او ايه, إيه. وتصريف تاني. عايز بقى واحدة من الخمسة دولت. am is are was where. الاول هنا هنجيب بتوع المضارع ولا الماضي؟ الماضي اللي هما ايه وايه؟ الماضي was where. هنا بقى هنجيب was ولا where؟ was. يبقى نكتب was built. نمبر 5 ايه؟ نضيف وير. نضيف وير. We don't know how the stones for the pyramids. تحط ايه؟ Where. ماشي. بعد كده.
كلمات فوزل. فوزل معناه وسبيتشز سبيتشز نوع او انواع. سبيتشز ريموت. ريموت بعيد. بعيد زي الريموت كنترول عشان بتتحكم فيه عن بعد فبقولوا ريموت كنترول. ده ريموت بعيد. تريت معناه ايه؟ يتعامل. اونر. اونر مالك. مالك. ديفورستيشن زي الطيارة. ديفورستيشن بيسموها التصحر. التصحر ده اللي هو إزالة الغابات وتحويل الأرض إلى صحراء. عند بريزيرفد معناها محفوظ. ولانجث طويل. طول. لانجث طول. ستابلز للخيول. ستابلز. ستابل. على ستابل. ستابل الخيول هو برضو ستابلز. كارج لإيه؟ عربات تجارية. عربات تجارية الخيول. ويل حوض. ولايت هاوس منارة. منارة اسكندرية ومنارة كذا. عندي بعد كده كلمات ليسون 3 فلاد. فلاد لإيه؟ وساوث ويست جنوب غرب. جنوب غرب. ليتست الأحداث. وانس ذات مرة. كروكودايل تمساح. ingredients مكونات. مكونات. situation emperor. لو ايه امبراطور. builder عامل. عامل بناء. special خاص مميز. family عائلة. فصيلة او عائلة. جار برطمان. روف أبريق. روف لو ايه سقف. بعد كده ريبير. يصلح. أبولودورس. أبولودوروس. أبولودوروس دوت اللي هو ايه ده مؤرخ كده يوناني. كابيتال عاصمة. وايت رينو وحيد القرن الأبيض. بابلش دانشور. ريبورت تقرير. ريموف ديزير. دانجر خطر. جريك. جريك يعني يوناني. جريك يوناني اللغة اليونانية أو يوناني الجنسية. بايبس. 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 بايت أنابيب. أنابيب كده الأنابيب بتاعت الغاز وده كله اسمها مواسير السباكة وده اسمها بايبس. ستاتيو مثال. انكلودينج شامل. متضمن أو شامل. اكسبكت بالتوقع. اكسبكت يتوقع. بعد كده عندنا باقي الكلمات. عندنا famous cities و places. في كل lesson بيكون جايب لنا كده اماكن مشهورة وحاجات كده ايه بتعرفها للخبرة. تصريفات بقى الـ irregular verbs الافعال غير منتظمة. عندي become الماضي بتاعها become. became become. become. became become. lost. take took. taken. swim. choose. burn it. او هي كده burned او بيرنت يعني الماضي بتاعها اتنين. ممكن اعملها على انها فعل منتظم ممكن اعملها على انها غير منتظم وكذلك التصريف التالي. stand stood. understood. بقول لنا هنا قال تنويه هذه التعريفات مجمعة من كتاب الايه من كتاب الطالب وكتاب التدريبات وقاموس التعريفات جلوسري في نهاية كتاب التدريبات. يعني دي كده الأفعال المهمة اللي موجودة عندنا. يعني بعد كده الديفينيشنز. سبيتشز احنا في الديفينيشنز دي بربط كلمة في التعريف بالكلمة اللي أنا بعرفها. سبيتشز يعني نوع أو سلالة. على طول أربطها بكلمة أجروب. جروب يعني مجموعة يبقى سبيتشز. deforestation قلنا إزالة الغابات اللي هي إيه
هتلاقي تريز وكات داون، الاشجار بتتقطع، يبقى ديت ديفورستيشن. بعد كده في عندنا كاريج. يعني ايه كاريج؟ كاريج يعني العربيه اللي بجرها الخيل. يبقى هتلاقي هنا هو هورس، ماشي كده. يبقى بعد كده عندي اونر، المالك. هتلاقي هي موجوده كلمه اونر هي او كلمه هاز بوت. بعد كده ستابل، قلنا ستابل اللي هو مرتبط بالخيول هورسز. تريت يعمل يعالج او يتعامل مع. هلاقي عندي نايس تو ذيم، نايس. هلاقي ديستروي يدمر، يدمر بتساوي ايه؟ دامج. او كان تريبير دينجرد، اندينجرد معناها ايه؟ معرض للخطر. هتلاقي هنا كلمة دينجرس. ده كده بالنسبة للايه؟ التعريفات اللي موجودة عندنا. بعد كده بتقرا التكست ده، وبعد ما قريت التكست قلنا في عندنا حاجة مهمة اللي هي بتكون ايه؟ بعد دولت اللي هم اللي بيجي عليهم اربع اسئلة، اللي هم ايه؟ البريفكسز وسفكسز وسينونيمز اند انتونيمز. دولت كده ادي الكلمة وادي السينونيم بتاعها وادي الانتونيم بتاعه. ونقفل ده كده عشان لو خلص المساحة.